مديرية العمل الأمن الوطني بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للمرأة بالرباط، قامت بواحد الحملة تحسيسية في إطار الحملة الأممية 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء، اللي دارت مجموعة ديال الأنشطة ومن بينها هاد الأنشطة ديال تبادل الزيارات اللي كانت شملت مدينة سلا والرباط، واليوم حنا تنتواجدوا مدينة القنيطرة اللي قمنا بمجموعة ديال الزيارات، بدينا بالنيابة العامة ودابا تنتواجدوا على مستوى الخلية الولائية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وهذه الزيارات المتبادلة دونك هي تتكون عندنا فرصة من أجل توطيد العلاقات ما بين المتدخلين على مستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي. ثاني حاجة تكون تبادل الممارسات الفضلة ما بين جميع المتدخلين، وأيضا تفكير من أجل إيجاد الحلول لمجموعة من الإكراهات والتحديات التي تعيق التكفل بالنساء ضحايا العنف. فبالنسبة للإحصائيات، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 50841 قضية برسم سنة 2020 مقابل 61388 قضية ديال العنف ضد النساء، اللي هي تتمثل 11 الشهر الأول ديال 2011. فبالنسبة يعني توزيع هذه القضايا على حسب شكل العنف، عندنا 41% ديال العنف المسجل هو عنف جسدي، متبوع ب 27% ديال العنف الاقتصادي، عندنا 26% عنف نفسي، 4% فقط ديال العنف المسجل المتعلقة بالعنف الجنسي، وأخيرا العنف المرتكب بواسطة الوسائل التكنولوجية الحديثة. احنا اليوم كنتواجدوا في المديرية ديال الأمن الوطني في إطار الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء. احنا كمجتمع مدني وكمركز لاستقبال النساء ضحايا العنف تنقوم بواحد المجموعة ديال الإجراءات باعتبارنا مركز لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف، واللي كنوجهوا لهم الدعم القانوني من خلال المحامية ديال الجمعية ومن خلال المحلي النفسي اللي كنقدموا لهم كذلك الدعم النفسي. وفي نفس الوقت يعني كنوجهوا واحد المجموعه ديال النساء اللي كيكون واقع عليهم مثلا العنف الجسدي او العنف الاقتصادي وجميع اشكال العنف، كنوجههم للمديريه الامن باش انهم يديروا معهم الاجراءات اللازمه، وكذلك كنتوجهوا حتى لخليه العنف الموجوده بالمحكمه الابتدائيه بمدينه القنيطره. هذا الفضاء الذي يعتبر بنيه للقرب لفائده النساء ضحايا العنف وايضا الفتيات وفي وضعيه صعبه، والعنف اللي كيتعرضوا له هاد النساء هو اما عنف نفسي وعنف جسدي وعنف اقتصادي وعنف جنسي، وايضا العنف اللي ظهر مؤخرا عنف الكتروني. وكيجيو لهذا المركز يعني بهدف اننا نقوموا بتوعيتهم وتحسيسهم في مجال القانوني، في مجال الترافع ايضا على قضاياهم، في مجال ايضا من خلال خدمه التمكين الاقتصادي وتقويه القدرات والايواء في الحالات الاستعجاليه. والفئه المستهدفه من هذا الفضاء هما كيف ما ذكرت النساء اكثر من 18 سنه، هما الاطفال في حاله الايواء والذكور اقل من 12 سنه، هما ايضا الرجال من خلال خدمات التوجيه والتحسيس والتوعيه وايضا الوساطه الاسريه. هذه الخدمه الاخيره الهدف منها هو اعاده رد شمل الاسره من اجل المصلحه الفضلى للطفل. من بين الخدمات ديال هذا الفضاء ايضا كنقوموا باستقبال هاد النساء والاستماع لهم والتوجيه لهم حسب يعني الشركاء ديالنا، حسب لو بوزوا يعني الاحتياج، والشركاء ديالنا داخل يعني تيريتوار. ايضا خدمه التمكين الاقتصادي من خلال تقويه القدرات سواء في حرف معينه، في مجال الخياطه، مجال الطبخ، مجال على حسب الرغبه ديال هذيك المراه، ايضا الخياطه ولا كيف ما ذكرت الحلاقه. التوصيات ديالنا احنا كفاعلين في هذا المجال هو اننا يعني نزيدوا نوطدوا العلاقه ديال الشركاء، ويعني وهذا البرنامج اللي كان اليوم هو ضمن هاد يعني جا في هاد الاستراتيجيه، هو ان الشركاء على مستوى المحلي انها توطد العلاقه ديالهم من خلال الخدمات اللي كيقدموها، بحيث انه يكون بلو ايكيب بلو ديسيبلينير اللي تقدر المستفيده تبدا من خطه ا توصل حتى الخط اخر النهايه من خلال واحد مجموعه من الخدمات اللي كتتم من خلال يعني المواكبه ديالها، وصولا الى تمكينها الاقتصادي واعاده ادماجها داخل المجتمع. من اجل دعم واستدامه هذه الجهود الراميه الى حمايه الحقوق والحريات للنساء والفتيات من خلال التصدي لآفات العنف المبني على النوع الاجتماعي لجميع اشكاله.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.